توقعات بعض الجماهير ايه؟ ان شاء الله الاهلي يكون له نصيب ويحسم الفوز ان شاء الله. ان شاء الله يكسب، وهيكسب اتنين ان شاء الله، لان لعيبه الاهلي لعيبه رجاله وهم متعودين على كده، وبعدين احنا متعودين في رادس يعني بنكسب هناك على طول. ان شاء الله يا المباراه تبقى صعبه تمام، بس الاهلي معودنا على الصعوبات ان شاء الله تمام، وان شاء الله باذن الله الاهلي يرجع بالكاس ان شاء الله. نكسب كام باذن الله؟ 1-0 ان شاء الله. الاهلي يكسب ان شاء الله، التوفيق هيكون للاهلي، وانا بتوقع التعادل ان شاء الله باذن الله تعالى. فوز للنادي الاهلي 2-1 ان شاء الله. هي المباراه صعبه بالنسبه للاهلي هناك، بس ان شاء الله الاهلي يكسبوا 1-0. ده 2-1 للاهلي ان شاء الله. الاهلي يكسب وان شاء الله ناخد البطوله، وان شاء الله ما يحصلش اي حاجه يعني بره التوقعات. احنا عندنا امل ان شاء الله ان احنا نرجع بالكاس، عندنا لعيبه رجاله، عندنا جهاز فني محترم. باتريس كارترون لازم يفكر كويس في المباراه ويدرس اموره كويسه. ان شاء الله نرجع بالكاس وتبقى الفرحه كلها لشعب مصر كله. باذن الله نطلع فايزين 2-1، وباذن الله نلعب بتركيز عالي جدا، لان احنا هنا غالبين 3-1، بس طبعا النتيجه مش حلوه قوي لان فريق الترجي فريق قوي جدا، ولازم نلعب بتركيز وما مش ما نتسرعش.